أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفداء يده الله ورعاه شكلت نموذجا فريدا لمجتمع متحضر يملك عقيدة ثابتة ونهجا عصريا في دعم السلام والتعايش بين الجميع. واضافت معاليها ان مملكه البحرين بثقافتها الوطنيه وثوابتها العربيه وقيمها الاسلاميه ساهمت في ابراز الصوره الحضاريه والدور الفاعل لها على المستوى العالمي والانساني وأشادت معاليها بما تفضل به جلالة الملك المفدى من مضامين رفيعة وتوجيهات سامية لدى ترأس جلالته اجتماع مجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأوضحت معاليها أن توجيهات العاهل المفدى ودعمه واهتمامه كان له بالغ الأثر فيما حققه فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد من نجاح بارز في تنفيذ الإجراءات الاحترازية. كما واكدت معاليها ان الخطوه التاريخيه لجلاله الملك المفدى في التوقيع على اعلان تاييد السلام تعد انجازا تاريخيا مهما على طريق تحقيق السلام الشامل في المنطقه. مشيره معاليها الى ان تاكيد جلاله الملك المفدى على موقف مملكه البحرين الثابت والدائم من القضيه الفلسطينيه وفقا لمبادره السلام العربيه هو الموقف الراسخ والثابت لمملكه البحرين في دعم القضيه الفلسطينيه.